قلبك شبيك؟ حجي هذا بيكتب يقول تخافون مني هو نفسه. من هو؟ هو أنا ما تحكي اسمه. أشوفه أنا صارت بيا رجفة ما أعرف ليش سبحان الله. باللغة العربية اسمي. أنا الآن قامت أقشعر أخاف خفت والله صراحة خفت. ما خلونا نسمع الزيارة، المهم إن شاء الله سنعرض الزيارة الله يبارك. تفضل. ما كان طالع صوت حجي ما كان طالع. تفضل هذا شنو مذ حجي لو شنو؟ اسمي مذحج، حتى مذحج ما تعرف تنطقه باللغة العربية. شو انطقها؟ اسمي مذحج القحطاني اليماني من الجمهورية اليمانية. كذا مذحج. زين بالله قول الشمس المتشمس. يلا كمل كمل. الرسول صلى الله اسمع، قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثر أهل الجنة مذحج. فحبيبي وين هذا؟ واقف. وين قال هذا؟ في أي كتاب؟ في فضائل أهل اليمن في البخاري. لحظة. في البخاري، شو اسمه؟ لحظة، أريد أفتح البخاري، هذا يهمني وأنا أحبه لليمن. أوقف. في البخاري. لا إله إلا الله. شوف احترمتك ساعة وخليتك تتكلم، ما خلتني حتى يلا تتكلم، أنا راح أعتقك منها. تفضل. أنا احترمتك وكثرتك وسويت ميوت حتى خلصت كلامك. تفضل. أسألك سؤال واحد. بس ارفع صوتك حبيبي، ارفع صوتك. طيب ماشي، أنا أريد أسألك سؤال بالعقل والمنطق، تمام؟ زين. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، ورضي الله عن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وجميع الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنا أريد أسألك، هل القرآن الكريم في آيات محكمات وآيات متشابهات؟ ممكن تجاوبني؟ نعم. طيب عندكم الأئمة معصومين صح؟ اسمه مطلقة. هذا السؤال الثاني. نعم. لا بس جاوبني. نعم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم عندكم معصوم اسمه مطلقة صح؟ السؤال الثالث. نعم. لا هو نفس السؤال. طيب علشان أفهمك، الخيتم هذا اللي في إيدك، إذا قلت لك هذا لك، يا وعد، هنا تسمى لك لوحدك أو للمتابعين والمشاهدين معنا؟ لا، إذا تقصد العين وهذا لك يعني أعطيتني إياها، يعني لك لوحدك. نعم. طيب يعني ما تقدر تعولها صح؟ حاليا لك هذا ما تقدر تعولها ولا تقدر تفسر، يعني خلاص فهمتها. لا أقدر أعولها. طيب ممكن تعول لي إياها؟ لا ما أملكه، يملكه جمهوري، ولذلك الآن أبو كريم أهدالي هذا الكتاب، قال لي هذا الكتاب لك وأنا عندي جمهور، فهذا الكتاب أستخدمه لي ولجمهوري، فالكتاب صار لي ولجمهوري. يلا دشرب. وأنت أيضا عندك تبرعات للقناة حاج وعد، فيكون أيضا لك هو، وهو خطاب إلى المتبرعين. هو ستهدمت كل شمالته. يلا كمل. أيه. طيب خرج عنا صدام بعد ما عنده. طيب اسمع لا تضحك هسه الان. لا اعتقد الكتابه ما تكرهت. اربع اسئله الان، اربع اسئله سيتني انا راح اسالك عن اول سؤال. تسمح لي افكك العبارات معك؟ لا بالمناسبه حجينا اكثر اهل الجنه مدحج ضعيف الالباني، ضعيف الجامع الصغير. لا يقول بالبخاري ضعيف. الالباني في ضعيف الجامع الصغير والكتاب عندي، تخليني اقوم اجيب الكتاب الان. لا هو يقول بالبخاري، هو قال بالبخاري يعني كذاب سيدنا. حجينا هذا في صح في ضعيف الجامع الألباني، يقول أهل أكثر أهل الجنة. ارفع صوتك. دخلت الجنة فوجدت أكثر أهلها أهل اليمن، ووجدت أكثر أهل اليمن مدحج. طب ليش قلت في البخاري؟ وقف سيدنا يا مدحج، ما أدري اسمك، ليش قلت في البخاري؟ مش موضوعي. لا ليش كذبت على البخاري وقلت في البخاري؟ مش موضوعي. لا أنت ليش قلت في أدري بفضائل أهل اليمن أكثر من 40 حديث. ليش قلت هذا في البخاري؟ موضوع اسمع، لماذا قلت أن هذا في البخاري وطلع مو بالبخاري؟ شكرا لك ما احترمتني. شكرا لك. يلا السلام عليكم. لا عليكم. احترم البخاري. خايفين منك وتنتصر لدينك. ما أنا قلت له سيدنا، بس قلت له راح أعتقك لأن مو موجودة في البخاري.
لا على تحدين مني وهاش القضيه. شوف يا سنة هذا الرجل الذي تحدانا، لحظه سيد، هذا الرجل اللي تحدانا المكرم المحترم يكذب على كتابكم البخاري، والبخاري صحيح الى النبي صلى الله عليه واله، يعني يكذب على النبي، يقول موجود في البخاري ويكذب. انا اتحدى الان ان يستخرجوا من البخاري. طيب اسمع اسمع يا اخي، خلص خليني اتكلم. طيب انا مش موضوعي، انا عارف انه فضائل اهل اليمن في صحيح البخاري. ارفع صوتك، ارفع صوتك، ارفع صوتك. هذا قلت لك هذا مش موضوعي، هذا مش موضوعي، انا عارف. طيب لحظه اوقف اخونا الحبيب، اخونا الحبيب اسمع، اذا هذا مو موضوعك بس اريد افهم عقلك، اذا هذا مو موضوعنا ليش جيت تقول لي يا وتقول لي في البخاري؟ اذا مو موضوعنا ليش تطرق علي؟ طيب انت ما عرفت تنطق اسم مدحج في اللغه العربيه، قلت لك اسمي مدحج. خلص ما عرفت ليش تقول لي هذا موجود في البخاري، تريد تبين جهلي انه النبي مدح اليمن وموجود في البخاري وتبين ما موجود. يلا راح اعدي لك اياها، راح اعدي لك اياها الان. الان اسمع، سالت اربع اسئله. اول سؤال لسه ما خلص كم سؤال؟ لا يلا اسال خامسا خامسا يلا. اريد، لا هذا كله نفس السؤال، بس اريد تؤول لي، اريد تؤول لي منك امام المتابعين. الله تعالى لما قال في كتابه الكريم لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، تقدر تؤولها؟ اقرا الايه عادل. طيب تقدر تؤولها؟ اعتبرني ما اعرف اقرا، تقدر تؤولها؟ تفضل. يعني ما معناه ان اليهود والنصارى لا يرتضون دين محمد صلى الله عليه وآله على الإطلاق، إنما هم متمسكون جاحدون بما يأتي به الرسل، وهم يعتقدون أنهم الحق وأن كل الديانات الأخرى على باطل. فيا محمد صلى الله على محمد، أن اليهود لن ترضى اليهود عليك إلا أن تكون يهوديا كما هم، مش يهوديا كما هم أيضا. الآن دوري، شوف كم سؤال سألتني، راح أنا ما راح أسأل، راح أصبر، راح أسألك على أول شيء. شوف الهروب إخواني، أنا كم الآن خمس أسئلة أريد أسأل، أنا ما أسأل بابا، أنا أريد بس أفكك العبارات، أفكك أول عبارة. اسمع بس أرجوك ارفع صوتك لأن تعبتني. اسمع، أنت قلت، تفضل، أنت قلت إنه القرآن الكريم فيه المحكم وفيه المتشابه، هل يوجد في القرآن محكم ومتشابه؟ هكذا سألتني وأنا قلت لك نعم، صح؟ هذا اللي جرى؟ نعم، أيوة نعم، أيوة. الآن راح أسألك على هذه، القرآن الكريم وصفه الله تبارك وتعالى بأن فيه محكما ومتشابها، ثم وصفه أنه كله محكم وكله متشابه، فرق لي بين الثلاثة بسرعة. ألو، نعم نعم، عيد السؤال، ما سمعتك، وش قلت؟ عيد، جوجل جوجل، القرآن حجي فيه حجي طيب كيف اختيار الحجي؟ قال أما اتصال بصديق أو لا 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 والله لا تكذبون يا أخي، ولا اتصلت بصديق ولا اتصلت. طيب طيب الآن فرق لي بين أن القرآن وصفه فيه آيات محكمات والنوم الكتاب وآخر متشابهات، محكم متشابه، ثم كتاب متشابه، ثم وصفه أنه محكم بكليته، ما الفرق بين الثلاث؟ حبيبي أنا كلامي واضح، سألتك في آيات هرب 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 هرب، ما يعرف المحكم والمتشابه. شوف إخواني لبست الهياء من هاي التهم. لا تكذب، ما أهرب، لا ما أهرب، ليش تكذب علي؟ لا أهرب، أنا سأرد عليك ولكن سوي ميوت. يلا، ليش تقولني ما له شيء؟ أول شيء في آيات محكمات وآيات متشابهات، آية النصارى واليهود هذه زين. أوقف أوقف، لا لا لا، نروح للنصارى. هدوء، جاوب على سؤالي، ما الفرق بين الثلاث؟ أنا سألتك عن العصمة، لا تهرب تأول الكلام من عندك، سألتك عن العصمة، أنا العصمة. لا حلو، شوف إخواني هاي أول نقطة ذكرها، من أقول لكم أفكك ويا العبارات. اسمع اسمع، عرف لي المحكم. سأعرفك تمام أوكي، سأعطيك المحكم، بس أول شيء جاوبني أنت. شنو؟ أنا سأعطيك المحكم. يلا سألني، أنا راح أسكت. أوقف، خلينا نرجع للفار، الفار سألني خمس أسئلة راح نرجعهن، ارجع مرة لأخر.
اسألني. يلا تمام. يلا اسمع. عندكم الأعمة معصومين. عرف العصمة. عرف العصمة. أنا ما عندي عصمة، ما عندي نبي. لا عرفها، عرفها شنو العصمة عند الشيعة؟ الله أكبر. اسمع تكبير تكبير، قال ما عندي عصمة، يعني النبي عندك مو معصوم. النبي مو معصوم. عندي معصوم، الرسول عندي معصوم، عصمة التبليغ. ايوه 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 مثل الرسول عندك في غير التبليغ. اسمع في الدين، في الدين اسمع 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 في غير التبليغ، في غير التبليغ، في غير التبليغ معصوم ولا لا؟ أي أيوة. في أعمال الدنيا، في أعمال الدنيا هو بشر مثلنا كما أحسن. هدوء هدوء بابا، هدوء هدوء هدوء، خلي أفكك وياك العبارات. لا تهرب من سؤالي الآن. في التبليغ، في التبليغ، في التبليغ، في التبليغ، في التبليغ، في التبليغ معصوم، في غير التبليغ غير معصوم. اعطينا أخطاء النبي في غير التبليغ، تفضل. طيب يلا سأعطيك أخطاء النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب الله. الله تعالى أنزل آيات محكمات أعرفها، أنا عربي وأفهمها أفضل منك. تمام، اعطينا الأخطاء. يلا تفضل اعطينا. الله تعالى، الله تعالى لما قال في كتابه الكريم لقد قال الله تعالى في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر لك الله، ليغفر لك لمن؟ لمحمد صلى الله عليه طيب. وسلم. شنو الذنب الذي فعله النبي؟ ما هو الذنب؟ ما هو الذنب؟ ما هو الذنب الذي فعله؟ لك بابا صير وياي، صير وياي، هو حوار. أنت تقول ليغفر الله لك، شنو الذنب الذي غفره، الذي فعله النبي وغفر له؟ إيش هو الذنب؟ طيب الله يعطيك. الله تعالى قال في كتاب إن في سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذنب. أسأل على نفسه أحرم الأسأل على نفسه. لحظة، هدوء هدوء. اسمع يا أخي، هدوء هدوء. يعني الذنب، الذنب الذي غفره الله تبارك وتعالى ما أكل العسل، هو هذا الذنب؟ أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي لا تطول، الله يرضى، أنا إذا استفاد منك. اسمع، إذن الله يغفر له الذنب. شنو الذنب الذي ارتكبه النبي؟ انت قلت اكل عسل صح؟ رمى العسل على نفسه. احسن. الان اذا اذا وعدك ان اسمع. طيب اسمع وعدك عمي، ها شلون بابا خلي اتكلم معاك. اصبر. طيب تفضل يا اخي، هو حوار، ايش فيك انت؟ انا مو عداوه معاك. النبي الان رفض ان ياكل العسل، هذا عندي الان كوب من الشاي، ما اريد اشرب شاي، رفضت الشاي، شنو الذنب اللي سويته؟ طيب اجاوبك؟ اي لا تجاوب. طيب اول شيء اوعدني ما تقاطعني حتى اخلص كلامي. لا هو حوار الان انا لا اوعدني لا تهرب، اوعدني انك ما تتكلم حتى بالله. شلون بلوي هذول؟ شلون انك تهرب؟ شفت انك تهرب، ليش تهرب يا اخي؟ انا سويت ميوت واحترمتك، احترمني واسوي وقال لي، اقول لي تفضل خلص كلامك. تفضل يلا بس ما تقاطعني. أنا عربي وأفهم كتاب الله، قلت لك في آيات محكمات وآيات متشابهات. الله تعالى لما يقول في كتابه الكريم: يا أيها النبي لما تحرم، الرسول صلى الله عليه وسلم حرم العسل على نفسه، حرم العسل على نفسه، فالله تعالى خاطب نبيه بأحلى خطاب وقال له: يا أيها النبي لما تحرم، لما تحرم ما حل الله لك. النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم ينزل العتاب من الله تعالى عليه كان اليوم العسل محرم علي، لأنني أخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم أفعاله وكل شيء، فكان اليوم العسل محرم. هذا واحد. اقف لحظة لحظة، لا تعبر على الاثنين، خلينا بالواحد، خلينا بالواحد، خلينا بالواحد، خلينا بالواحد، لا تعبر على الثاني. الآن النبي امتنع عن أكل الضب، هل الضب حرام؟ النبي، النبي امتنع عن أكل الضب، هل الضب حرام؟ جاوب. النبي امتنع عن أكل الضب، هل الضب حرام؟ جاوب. سكت. شرد، هرب. حجي هذا ابو هاني رجع من صلاة التراويح، ممكن شوية هدأ بالبث الاخر، يريد يصعد. يا اخواني والله مشكلة، انا ما ادري هذول يعني، انا لو على دينهم والله يوم ما ابقى، والله العظيم يوم واحد ما ابقى. دين مهلهل،
أنا أريد الشيعة يفتخرون ويفخرون. شوف أخواني كم سؤال الآن جاوبني نبي معصوم، قلت له معصوم في آيات محكمة وشابة، قلت له إيه مباشرة. ومن أقول له إيه أنا مسؤول عن كلامي، إيه مع الدليل، إيه يعني نعم أخواني نعم مع الدليل. سألت سؤال بس فككنا عبارة واحدة طار. حج واحد قال اسمه هو مدحج، لكن هي مدحج كما الألباني يقول ضعيف، مدحج بكسر الحاء، هو قال مدحج ما يعرف يلفظه، فقط للتصحيح. لا والنوب يقول لي في البخاري يعني. يا حج واحد هلا. اه تصليت؟ السلام عليكم. وين كنت تصلي؟